بسم الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالأفضل الأخضر جل جلاله، وعم نواله كل الكائنات. ربنا عرفنا بك حتى نقدرك حق قدرك. نحن محتاجون، عطشنا كبير، وجوعنا كبير في هذا المضمار، مضمار معرفتك حق المعرفة. اللهم اخرجنا من عالم الهذيان وعالم الهذاءات أي الكسيكوز، واخرجنا من قبضة شياطين الإنس والجان يا رحمة. أما بعد، السلام عليكم ورحمة منه وبركات عرضة. ومن الناس من يقول، شو قداش كلام ربي دقيق، ما قالش الناس كل. ومن الناس وما يعرف حجمهم وخطرهم إلا الله. ومن الناس من يقول آمنا بالله، أي هذا هو عنده غرض خبيث، ما لا يتقي شرك، قد ربما يجي في روعك الرجل ذي نذل، ولا المرأة هذه نذلة، وممكن أكل النذالة هذيك تستفزك وتذي تقاطع، توصف الناس كما يجب أن يوصف. وقال النبي عليه الصلاة والسلام، ما معناه اللي تذكر الفاسق بما فيه لكي يحضره الناس؟ وعلى هذا دورنا، راه مش معناه اذا كان احنا ذكرناهم انا نبغضهم، نبغضوا سياستهم الخبيثه اللي تضرهم قبل ما تضر غيرهم. ومن الناس من يقول امنا بالله. الطبيب كي يجي يخدم يقول له راهو عندك المرض الفلاني، ما ينجمش يكذب عليه حتى لو سرطان، يقول له راهو عندك المرض الفلاني، يعرف بطريقه هكا سايسه لينه غير صادمه ولا مجال، ويبدأ يقرب له يقرب له حتى يوصله لما هو تشخيص مضبوط لدى الطبيب اللي هو قرآني يكون. أما الكريم عنده تشخيص كي بعض صائب ولا خاطئ، ما يهمون، مفيد قام دور اللي البريسكريبتور اللي هو مش يعمل وصفة ولا مش يعين شيء في وهمي ليس في حقيقة الأمر. وهذا كثير من الطب في العالم عندهم السيرة دي، سيرة خداع، وسيرة دي عندهم خوا في انفسهم، ما همش مهلين باش يجاوبوا انا العباد، عباد الله ما همش مهلين، خاطر العامل الروحي فاقدينه، ولا عاملين عكس العامل الروحي السليم اللي يجيب تشخيص قويم، تشخيص واقعي غير جاهلي. ونسأل الله السلامة.